السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل خامة جديدة مش موجودة في قلب المكتبة بتاعت الريفت، فكل اللي عليا ان انا هروح لقائمة مانج، وهاجي هنا لماتيريالز، هتفتح معايا بالشكل دوت. هنا الماتيريال اللي موجودة، فهاجي هنا واقول له كرييت نيو ماتيريال او دوبليكيت سيلكت ماتيريال. كرييت نيو ماتيريال هيجيب لي واحده فاضيه خالص، الدوبليكيت هيعمل لي تكرار للي انا عامل على سيلكت. فانا هقول له كرييت نيو ماتيريال، وهاجي هنا واقول له رينيم، واغير الاسم بقى الاسم اللي انا عايزه، واقول لكم مثلا 007. تمام، هتحط طبعا اسم الماتيريال اللي انت عايزها، وبعد كده هتيجي هنا عند الاي دي وتبدا بقى تكتب اسم الماتيريال والديسكريبشن ولو كومنت او كي ووردز عشان تبقى سهل التحصل عليها، والموديل كوست اليو ار ال الموقع بتاعها لو لها موقع، الجرافيكس تبدا ان انت بقى تحط كل اللون بتاعها، الهاتش بتاعها، الباترن هنا في السيرفز، وهنا في القط، واللون اللي انت عايزه، الابيرنس هنا الماتيريال اللي هو معتمد عليها، هل هي جلاسز، هل هي وورد وود، زي ما انت عايز. طيب ممكن تيجي ايه تعمل هنا، دي معتمد على حاجه اسمها جينيريك 12، فانا اقول لا انا عايز انا اختار لها ماتيريال تانية. ممكن تقول له انا عايز واحده جديده، وتبدا بقى تعمل سيرش، ده بقى الاسيت او الماتيريال الاصلي، وكل ماتيريال بيبقى ليها خصائص معينه بالشكل دوت، زي الكالر، ولو في ايمج صوره معينه ليها، اللي انعكاس بتاعها شفافيه، القط اوت، كل الكلام دوت. هاجي هنا وابدا اختار بقى حاجه انا عايزها، دي كلها ماتيريال. تقدر تعمل سيرش على مثلا اوت، اي واحد من دول هيبدا بقى ينزل بالخصائص بتاعته. تمام، نزل بالايمج بتاعته، نزل بالشفافيه بتاعته، القطع، كل الكلام ده. لو دوست هنا عامل زائد هتلاقي فيه معلومات فيزيكال، بيقول لي بقى اختار، فانت بتبدا تختار. حاول تختار نفس الماتيريال اللي انت اخترتها اول مره، تمام. بعد كده بقى ممكن دي بقى المعلومات تقدر انت تغيرها، سير من الحاجات دي. ممكن تيجي هنا بقى وتختار برضو، فبتنزل بقى بالمعلومات كلها، تقدر ان انت تعدل فيها برضو، مفتوح ان انت تعدل فيها، ودي الانفورميشن بتاعتها بس. دلوقتي بقت موجودة معاك في قلب المشروع، تقدر ان انت تشتغل بيها عادي.